مناديل يا بيه، مناديل يا باشا. الله يحن عليك. انا مش شحاته بس انا ظروفي صعبه. الله يحن عليك. احنا على الله. النبي يا بيه، احنا على ناس على الله. كفاني يا بيه. الله يحن عليك. الله يحن عليك. انا نسال زي على الله. الله يحن عليك. طبق فول لو سمحت يا بيه. ايه ده؟ انا والله ظروفي صعبه يا بيه. الله يحن عليك. فردوس حبيبتي تعرفها؟ دي مراتي. مين ده؟ انا ما اعرفكش. اعرفك منين؟ ايه يا فردوس؟ مين انت؟ هو بقول مراتي وانت بتقول ما اعرفوش. بصي ما اعرفوش. بصي لي كويس يا فردوس. مين انت؟ اصل عندها فقدان ذاكره بعد عنك. ربنا يكفيك الشر. ايه يا فردوس مش فاكراني يا حبيبتي؟ لا انا ما اعرفكش. طب بصي لي كويس. لا ما اعرفكش. مين انت؟ ما بتقول لك ما اعرفكش يا عم الحاج. بلاش وشي. بصي فاكره قفايا؟ يعني مش عارفه وشك هتعرف قفاك؟ لا انا مش فاكره حاجه خالص. بصي لي كويس. طب هفكر بنفسي. طيب يمكن تفتكريني يا فردوس. فاكره لما كنت بربطك في السرير وافضل اعجن فيك يا فردوس؟ تربطها في السرير وعايز اتعرفك. استنى بس حاجه، انا بفكرها. فكرها ايه؟ طب بلاش. فاكره لما روحنا عند امك في الدور الثاني واتخانقنا سوا ورميتك من البلكونه واتدبستي في اليوم دوت؟ فاكره ولا مش فاكره؟ لا انا مش فاكره. يا عم ليه حق ما تعرفكش؟ اللي انت بتعمله ده كله ليه حق ما تعرفكش؟ استنى بس. تعرفك ازاي؟ بحاول يا عم. استنى ايه؟ بحاول يا عم. حل عننا. طيب ماشي. طب بلاش ديت. فاكره لما كنت بشرب سجاير واطفيها في ايديكي؟ ها؟ الكلام ده بقى كده. انا مش فاكره حاجه. مين انت اصلا؟ انا ما اعرفكش. يا عم روح يا عم. الله يسهل. بص وشي دوت. الله يسهل لك. مش فاكره يا فردوس؟ الله يسهل لك يا عم. فردوس مش عارفاه. طب لا استنى بفكر. ابوس ايدك يا حاج. يا عم تبوس ايدي ولا تبوس رجلي؟ ما هي مش عايزه تعرفك. بقول لك ما تعرفكش فردوس اصلا. عندها فقدان ذاكره. طب بلاش. فاكره لما كنت بسخن المعلقه على البوتاجاز لما بنهزر سوا واروح حارق وحاططها في جنبك كده لما عملت لك وحمه هنا؟ فاكره ولا مش فاكره؟ سخن معلقه وبتحرقها وعايزه تفتكرك. تفتكر ايه ده؟ انت لو ملاك مش هتفتكرك يا عم. ده كان هزار. هزار وده هزار. اه ده احنا بنهزر سوا. فاكره ولا مش فاكره؟ لا مش فاكره. انا ما اعرفكش خالص. مش ممكن. خلاص يا عم اللي سهل. خلاص يا حاج. ابوس ايدك خليها تفتكر. يا عم ابوس ايدي. ايه يا عم؟ يا عم اوعى يا عم. ابوس ايدك يا حاج. طب خليها تفتكر يا عم. روح يا عم. مش عايزه تفتكرك هي. بقول لك يا فردوس. يا جماعة أنا ما أعرفوش. مين ده أصلا؟ يا ولية ما تقوليش كده. أنا أديك في وشك. مين ده؟ أنت مين يا عم؟ هعيده تاني. هعيده تاني يا فردوس. أنت مين؟ أنت مين؟ إيه؟ يا ولية اللي أنا ما أعرفكش. أوعى بس يا ولية يا حاج. بص إيه ده؟ خلينا نربيها. ربيها إيه؟ يا ولية بصي في وشي. يا ولية بصي في وشي. بصي مش فاكرة. لا أنا ما أعرفوش. فاكرة يا عم. فاكرة لما ورمت لك عينك؟ يا جماعة والله أنا بيعت مناديل. أنا ما أعرفها. يا ولية بصي لي. فاكرة لما ورمت لك عينك؟ فاكرة لما عينك دي بقت قد كده بقى ليكي ثلاث عيون؟ فاكرة ولا مش فاكرة؟ بتفكرها يا حاج. يا عم اوعى تحكيش بيها. فردوس مراتي. فردوس فردوس وحشتينا. فردوس فردوس والنبي فردوس. تعالى فردوس. تعالى فردوس. دول اخر البيتين معايا علشان اروح. بس انا بساعد في البيت يعني علشان تعالي افطري معانا. ربنا يخليك. والله يا ماما الله حنن عليك ورزقك. انت عارف المصاريف والدنيا اسعارها ايه. الله حنن عليك ورزقك. يا سلام. تبون في مسح ايديك. هات فول بعد اذنك. عليك يا رب. في بصل اخضر. والله ما بنستخدم مناديل. مفيش حاجه احلى. صناعيه فما بنستخدم. في هدومنا كده على وهات 10 عيش. يعني مش هتنفعني. بس عليك ورزقك يا ست. هات وهات. الله حنن عليك يا ماما. الله حنن عليك. خدوا علبه واحده. الله حنن عليك ورزقك. عشان اروح لعيالي بس. فردوس ايه اللي انت بتعمليه ده؟ نعم. ايه يا بنتي اللي بتعمليه ده؟ حضرتك تعرفني؟ اعرفك. انت اتجننتي في دماغك يا بنتي ولا ايه؟ ايه ده؟ انت ازاي تزعلي كده؟ انت بتعرفني حضرتك؟ ازيك انت حمارة يا بنت؟ في ايه؟ ايه يا بنت اللي عرفها منين يا بابا؟ ست ايه دي؟ مراتي يا استاذ. مراتك منين بس؟ انا مش عارفك يا بابا. انا يا جماعه فعلا مش عارفه حضرتك. بس ما اعرفش. انا اول مره اشوفك. يا عم بالراحه. ماشي. دي مراتي بس عندها. بالراحه بفهمك اهو. فهمنا يا ابني. عندها فقدان ذاكره. واخد بالك؟ بتخرج ساعات من البيت ومحدش يعرف راحها فين وفي الاخر نلاقيها. يا بنتي انت تعرفي يا بنتي؟ لا انا ما اعرفوش. انا اول مره اشوفه. طب انت مالك ومالها؟ تبع استاذ يا بنتي انت بتستهبلي. انا بستهبل ايه يا عم؟ انا ببيع مناديل.
عايزين الناس كل حاجه بالعقل بس عايزين يعرفوا بس انت كبيره ايه وبتاع انت ما بتشتغلنا يابا فكرني بايه طيب فكرني بايه يا حبيبتي ابوس ايدك هي مش فاكراك ايه انا ما اعرفهاش يابا دي ما تعرفكش بشوف انت هتعمل ايه لو هتفطر ولا حاجه واتكل على الله بص بس يعني عشان خاطر ساعديني عشان خاطر العيال معلش احنا اللي نساعدك اه بص طب هفكرك طيب فهمنا واحده واحده ماشي افكرك فكرنا يابا طيب فاكره حبيبتي لما نبقى قاعدين مع بعضينا كده في قعده صفه وكنت بطفي السجاير في وشك ايه يا جدع اللي انت بتقوله ده يا جدع معذبها كده يا عم لا مش معذبها ده كان هزار طب بلاش ليا سجاير ايه سجاير في وشها يا راجل يا مفتري لا مش انا مش انت انا ما اعرفوش اصلا انت مجنون يابا والله طب بلاش فاكر لما كنت اقطع السلك بتاع الكهرباء العريان دوت واحطه في الفيشه ولا اسوحك بيه كده والله العظيم انت بتعذبها وعايزه كويس تفتكريني انا ما اعرفكش اصلا انت هتسيبني بلاش عليا اتكل على الله بلاش بعد اذنك افكرك بكبيرك افكرك بكبيرك يابا لما كنت عند امك في الدور الثاني ورميتك من البلكونه لما اتخانقت يابا انت جاي تشقط يابا انت جاي تشقط يا عم بس يا عم عيب يا عم ما انا ببيع مناديل علشان اكل ايه ايه وليه على وشي انت يا عم بصراحه على ايه يا عم ايه يا عم انت جاي يا حيل يابا فاسح الله يا حبيبي يا يعني احميها يا ابويا يعني احميها انا ممكن اطلبك بيت الطاعة يا حبيبي يا ربنا يا ابويا بيت طاعة مين؟ لا مش فاكرها يا عم بيت طاعة مين؟ يا عم اتكل على الله يا عم اتكل على الله لا لا اقتلك وانت يابا يابا اتكل على الله اتكل على الله ده بيت طاعة اللي انا بقى يا سادة استغفر يا راجل يا بوس يا بوس يا بوس يا بوس يا بوس يا مش عاوز مناديل يا كابتن ادفعني والنبي انا ببيع المناديل يا عم انا مش شحات انا بقولك طب خد علبه مناديل يا عم انا بسترزع علشان المصاريف بقت صعبه يعني سلام ما تكسفنيش يا عم واحد فول وبيضتين ربنا يخليك هو انتوا بتاكلوا بصه بالبيض ولا بالزيت الحار ولا فول حلو اه بلدي بلدي ده حلو وده حار لقم عيش بس مش هجيب لك واحد فول نعم ايه اللي انت بتعمليه ده فردوس؟ انت بتعرفني مين فردوس دي اصلا؟ طيب ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه يا عم انا ببيع مناديل علشان احسن دخلي يعني مناديل ايه اللي بتبيعيها؟ ابص ايدك بطلي اللي انت بتعمليه ده بقى يا عم انا ما اعرفكش انت بتدل عليا يا عم بتدل عليك ليه يا فتوس اللي بتعمليه ده غلط يا عم وربنا ما اعرفه ده انت صغرتي دماغي طب ماشي ماشي ده لا اعرفه اوعى حضرتك والنبي عشان ده شكله هيخطفني ولا ايه؟ مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ انا جوزها حضرتك جوزي منين يا عم انا ما اعرفهاش انا اي نعم فقد الذاكره بس انا عمري ما شفتك اصلا مش فاكراك فقد الذاكره؟ اه هي فقد الذاكره عشان كده بحاول افكر طب بس كويس. انا مش فاكراك اصلا يا فردوس طيب استحاله اعرف واحد طويل كده طب استني بلاش بلاش هو كان قصير هو كان ده لا إيه؟ انا قصيره يا عم يعني بص كده حضرتك ازاي يعني الطول دوت ما يمشيش مع بعضه يعني طب استني اوعى كده ما تخافيش والله ده انا بحاول افكرك بنفسي لو طيب. لو انت كلامك صح هتاخدها طيب انا احكي لنا ايه الموضوع دي مراتي دلوقتي 7 سنين ما تعيطش بس ما تعيطش عندنا بيبي صغير كده افتكر يا بنتي بلاش افتكر انا طب بلاش انا عيالي سايباهم مع امي وعشان كده نازله ابيع مناديل طيب بلاش افكرك بتبيع مناديل فين دلوقتي انا ببيع مناديل في المنطقه دي طيب هفكرك بيا طيب اتفضل فكرني بالراحه كده اتفضل فاكره لما بنبقى قاعدين في الصالون واحنا بنهزر مع بعضينا كده وروح مطفي السجاير في ايديكي ها يا نهار اسود اظن بقى دي ما تتنسيش يا نهار دول ده ولا عنوب ولا ده ايه ده طب بلاش فاكره لما كنت بكهربك طيب ياما ياما والنبي الحقوني ده عايز ياخدني يعذبني يعني ذكرياتي حلوه دي بقى ايه الدغدغه يعني لا احنا كنا بنهزر بنعمل ايه لا بنهزر بتهزر ايه يا عم ده انت شكلك مجنون طب فاكره لما مسكتك عجنتك كسرتك ووديتك المستشفى طب بصي لي طيب طب ما تيجي نهزر معانا ولع له في ايديه واضح ان هو بيحب السجاير ده انت مفتري شكلك ده انت شكلك كنت قاهرها اللي بتبص ايدك عليا قدام الناس دي هو شكله بيحب الهزار ده انت بتحب الكلام لا 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 لا
لو سمحت يا باشا نفعني واشتري مني مناديل. الله على الله انا ما بشحتش حضرتك، انا بحسن دخلي بس. سلام، ما انت شايف الدنيا غلط ازاي؟ بطاطس كده وشويه بيت كده وروق الدنيا. خد مني منديل يعني علبه واحده بس. فردوس؟ نعم فردوس. اللي بتعمليه ده فردوس؟ مين فردوس حضرتك؟ انت قصرتي رقبتي. ايه اللي انت بتبيعي مناديل يا فردوس؟ نعم مش عارف مين ايه؟ انا ما اعرفوش، انا اول مره اشوفه اصلا. بصي لي كويس يا فردوس. مين يا عم فردوس؟ خش يا عم تعرفك منين؟ ليه اول مره اشوفك؟ فردوس مين؟ حبيبي دي بيقول انا عايز ببيع مناديل يا عم. يا عم ده هنا غالبيتهم انا عشان فقد الذاكره كل يوم والتاني الاقي واحد كده يعني يشتغل. كل يوم نشوف اشكال زيكم انتوا كده يعني. اشكال ايه حضرتك؟ اشكال ايه؟ انتوا مش محترمين ليه؟ الست تتدلع عليك انت حضرتك يعني. ما انا هفهمك. تعرفك ايه ده لسه بيقول انا عايز اشتري مناديل؟ ما انا هفهم حضرتك يا اخي. خلي عندكم شويه دم. طيب افهم. طيب انت راجل سعيد المفروض خد. انت سمعت منها مش تسمع مني؟ ايوه ما بحبها ما تعرفكش. طب ما انا هقول لك اهو. واقول لك مراتي بس هي عندها فقدان. مراتك مين يا عم؟ مراتك كمان. انا عندي فقدان ذاكره بس مش فاكره ان انا متجوزه واحد طويل كده. طب افكرك يا سياره؟ افكرك؟ نعم فاكره حبيبتي لما كنا بنبقى مع بعض. حبيبتك كمان. استنى. طيب يا عم اتكل على الله يا عم. انت بان عليك راجل مجنونه. طيب استنى. ما تعرفكش. فاكره لما كنت احط الفيشه وامسك السلك الكهربي؟ يا عم كمان فيشه كده. انت بان عليك مجنون يا عم. لا والله بالعكس ده كان هزار. فيشه مين؟ هزار. وفي هزار في حسبنا الله. انت كنت بتكهربها؟ فاكره لما كنت بطفي السجاير؟ بطفي السجاير تحت باطك؟ يا لهوي بيطفي السجاير تحت باط فردوس؟ حرام عليك انت يعني. انت ترفه منين عشان بقول لك مراتي وعندها فقدان ذاكره يا عم. مين يا عم؟ يعني انا هتبلع عليها يا عم؟ مين يا عم؟ يا عم ما تلم نفسك يا عم. انت بتتبلع عليا. اتكل على الله يا عم. انت عايز تطفي؟ فاكر لما كسرت لك ايدك؟ فاكر؟ يا عم طب ايه هو ده؟ طب انت طب استنى طب تلقيها جتت يا عم. هفكرك؟ هفكرك؟ بس بس يا عم تبان عليكم مجانين. ايه العالم المجانين دي؟ ايه العالم المجانين دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله.